لو كنت بس ساعتها عارف ان دي المرة الاخيرة، مية مية كانت هتفرق في الوداع. كنت هحضن سندس اللي في تانية تالت عالمشاعر، واحنا طالعين من لجان بعد اخر امتحان، واسألها لو بتشوف فلان. طفهما مدت مس ايمان، طب ينفع ابقى اجيلكوا عادي؟ قصدي يعني البيت يساع. لو كنت بس ساعتها عارف كانت هتفرق في الوداع. كل الشوارع والمباني اللي مش هدخلها تاني، والاغاني اللي لما سمعتها دندنتها من مرة واحدة من السماع. يا كل حاجة خسرتها او سبتها ما قدرتش اشبع منها اكمنها. قالت هنروح من بعض فين يا ناس يا عبط يا عشماني؟ لو فرصة تانية من لقاء بطلوا اوهام بقى. كفاية احلام واسمعوا، عيشوا بزم وودعوا، وكل حاجة بتعملوها وكل حد بتشوفوه، عيشوا مشاهد كل مشهد زي ما يكون الاخير. اشبعوا ساعة الوداع واحضنوا الحاجة بضمير، ده اللي فاضل مش كتير، اللي فاضل مش كتير. Thank you. شكرا شكرا شكرا.